ثم يعني كتاب الزكاة. نعم، باب الزكاة هي لغة التطهير والنماء، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه اللاتي. إنما الزكاة زكا يزكي زكاة، تزكية زكاة هو مصدر، ذلك قال هو بلغة التطهير هذا. وكذلك زكا يزكي بمعنى نما ينمي تنمية، فإذن آياتي بهذين المعنيين، إما بمعنى التطهير أو بمعنى النماء، النماء يعني الزيادة والارتفاع. وشرعا اسم لما يخرج من مال عن مال أو بدن، إما يخرج عن مال أو يخرج عن بدن. ما يخرج عن البدن هو زكاة الفطر. ثم هذا الذي يخرج اسمه زكاة شرعا. ثم كيف يخرج على الوجه اللاتي، يعني التفاصيل سيأتي لهذا المال الذي يخرج يقال زكاة. فإذا في هذا الباب يبين المصنف مسائل تتعلق بالمال الذي يخرج عن مال أو بدن. نعم، وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر. فإذا كلاهما يعني زكاة المال كزكاة البدن كلاهما فرضت في السنة الثانية. أولا فرضت زكاة الفطر، بعد ذلك فرضت زكاة المال، هذا معنى قوله بعد صدقة الفطر. المشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال في السنة المذكورة، وزكاة الفطر قبل العيد. فإذا في شهر قبل العيد يعني في رمضان. نعم، فرض في رمضان السنة الثانية زكاة الفطر، ثم فرض في نفس الشوال بعد رمضان شوال فرضت هذا معنى قول المصنف بعد صدقة الفطر. ثم وجبت في ثمانية أصناف من المال، النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب، لثمانية أصناف من الناس هم مذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا. فإذا ثمانية أصناف من الناس، ثم يجب لهم في ثمانية أصناف من المال. نعم، زكاة في ثمانية أصناف، المستحقون ثمانية أصناف، هكذا مقابلة بين المستحقين بين الأموال الواجبة فيها الزكاة. نعم، ما هذه ثمانية أصناف من المال؟ النقدين، نقد يعني الذهب والفضة، سيأتي التفصيل. ثم الأنعام، الأنعام ثمانية، إبل بقر شاة. ثم القوت سيأتي بيانه، التمر والعنب هذا من الفواكه. نعم، ثم لثمانية أصناف من الناس، ويكفر جاحد وجوبها. فإذا في مذهبنا ممكن رجل يملك غير هذه ثمانية أنواع أصناف من المال، ويملك يعني مالا آخر ليس ذلك من هذه الأصناف الثمانية بل من غيرها، مع ذلك ممكن تكون قيمته يعني كبيرة جدا من نصاب الزكاة، أضعاف عديدة أو مئات الآلاف أو آلاف الآلاف ضعف من يعني نصاب الزكاة، ومع ذلك لا يجب عليه في ماله الزكاة. ثم هذا الوجوب أيضا توقيف، ويكفر جاحد وجوبها، لو جاحد وجوب الزكاة يعني هو ينكر وجوب الزكاة أصلا وهو يكفر ويرتد والعياذ بالله. ثم ويقاتل والممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا.
يعني هكذا ثلاثة مراتب بالنسبة إلى إنكار الزكاة، يعني عدم دفع الزكاة، عدم فعل الزكاة. إما لا يفعل الزكاة لأجل جحود وجوبها، فهذا رجل صار كافرا، فإذا لو مرت لو هكذا صار كافرا ثم يعمل به يعامل به معاملة المرتد، يعامل به معاملة المرتد، هذا قسم. ثم قسم يعني هو مسلم لا ينكر يعني وجوبه ولا يجحد، بل هو يمتني عن أدائها فقط لا يؤتي، ممكن هو مسيك بخيل لأجل ذلك. فإذا ماذا يفعل؟ هو يقاتل، يعني الحاكم إمام البلد يقاتل لأجل أدائه. ثم وتؤخذ منه قهرا وإن لم يقاتل، ثم هذا الزكاة تؤخذ منه ممن من الممتنع متى؟ لو لم يقاتل، وإن لم يقاتل يعني حالة أنه لا يقاتل، كيف يؤخذ منه قهرا؟ يعني العامل عامل الزكاة يذهب ويأخذ من ماله بدون إذنه ويذهب هكذا. أما الممتنع يقاتل، لو كان يقاتل يجب، يعني ما الفرق بين القتال والأخذ قهرا؟ هذا القتال يعني بإرسال الجيش ثم بعد ذلك يعني يعامل معاملة، يعني يستعمل هناك الأسلحة ثم بعد ذلك يقهره ثم يأخذ منه. فهذا ثالث يعني هو لا يقاتل، بل ممكن هو كسلا أو كذا كذا منان، فإذا يذهب ويأخذ هكذا. تجب على كل مسلم، هذا زكاة واجبة على من؟ على كل مسلم ولا غير مكلف. فعلى الولي إخراجها من ماله، من ماله يعني من مال غير مكلف، مثلا صبي ليس مكلف أو مجنون غير مكلف لهم مال، فإذا من يتصرف في هذا المال يعني وليه، أو هذا الولي يخرج من ماله زكاته. وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام. نعم، فإذا الخارج كافر الأصلي، أما المرتد يجب في ماله، فإذا لو أسلم يجب إخراج ما مضى لما مضى من الأحوال في ردته والعياذ بالله. ثم حر مكلف حر، فإذا الرقيق، رقيق كيف يكتسب المال؟ رقيق يعني المكاتب وهو يملك المال، أما الرقيق غير المكاتب لا يملك المال، بل كل ما يكتسب لمولاه. نعم، في مذهبنا هكذا. معين، ثم هذا مكلف رجل معين، رجل معين معناه المالك لو كان مبهما لا يجب في ماله الزكاة. المالك مبهم، مثلا هذا رجل وقف مالا على إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو طلبة العلم في مدرسة كذا، فإذا هؤلاء يأخذون غلة هذا الموقوف ومع ذلك لا يجب عليهم الزكاة في هذا المال، لأن المالك ليس معين بل هو مبهم. فإذا هذا مات هذا الخطيب جاء يعني إمام آخر، فإذا يكون هو مالك، أو يعني هو عزل وخرج من إمامته فإذا يأتي آخر، فإذا يتبدل هكذا، ليس معين بل مبهم. فلا تجب على رقيق لعدم ملكه. نعم، وكذا المكاتب لعدم لضعف ملكه. نعم، فإذا ثم لا تلزم سيده لأنه غير مالك، لا تلزم سيد المكاتب، سيد الرقيق لا، سيد المكاتب، المكاتب يكون له مال لأنه غير مالك، لأن السيد ليس مالكا بل مالك المكاتب، ملكه ضعيف لذلك لا يجب عليه. ثم في أي شيء يجب؟ في ذهب بلغ 20 مثقالا، من هنا يبين صناف يعني الزكاة.
في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب. يعني لو كان هذا الذهب غير مضروب، مضروب غير مضروب يعني غير مضروب يكون سبيكة، يعني الذهب يعني سبيكة من الذهب لم يضرب نقدا يتبادل به الناس، يعني مثل النقود الأوراق النقدية، نعم مثل الأوراق النقدية يتعامل بدل هذه الأوراق النقدية المعاصرة بقطعة ذهب مضروب يضربه الحاكم، أو يعني بقطعة فضة يضربها الحاكم كنقد يتداول به يتبادل به الناس في بيعهم تجارتهم إجارتهم هكذا في معاملاتهم المالية، هذا هو المضروب. أما غير مضروب يعني سبيكة أو حلي أو شيء أو شيء هكذا، ثم يعني أو يعني صنع من هذا الذهب بعض الآلات، من الذهب أو من الفضة بعض الآلات أو هكذا. فإذا ذهب يعني بلغ 20 مثقالا، لكن بعض خصص وزعم اختصاص الزكاة بالمضروب فقط، بالذهب المضروب، أما غير المضروب لا يجب فيه الزكاة، هكذا ذكر بعض العلماء، لكن هذا ليس بصحيح. ثم بلغ 20 مثقال، فإذا في كل أنواع الذهب، ثم كم يعني نصابه بلغ قدر خالصه 20 مثقالا، سيأتي يعني محترز قوله قدر خالصه، خالصه فإذا لو كان مغشوشا فماذا يعتبر؟ سيأتي 20 مثقالا بوزن مكة تحديدا، هذا كل شرط، مثقال ممكن يختلف وزنه باختلاف المدن والبلاد، عندنا يعني هذا عملات نقدية الأوراق نقدية توجد في أكثر من بلد واحد باسم واحد، مثلا ريال يوجد في السعودية وكذلك في بلد آخر، كذلك دولار يوجد في بلاد، ومع ذلك تختلف قيمتها، كذلك كان مثقال أيضا يوجد في مدن كثيرة أو بلاد كثيرة مع اختلاف الوزن، لذلك قال يعتبر هنا وزن مكة، ممكن كان يختلف عن وزن مثقال، مثقال مكة وزنا يختلف عن مثقال العراق أو عن مثقال الشام، هكذا كان في قديم الزمان، لذلك يعتبر يعني وزن مكة تحديدا. ثم سيأتي البيان كم المثقال، نعم تحديدا. ثم هذا 20 مثقال، بلوغ مقدار الذهب 20 مثقالا ينبغي أن يكون تحديدا، فإذا لا يكفي تقريبا، تقريبا يعني لو نقص نصف مثقال ينبغي أن تجب الزكاة فيه، لكن هنا لا تجب الزكاة، هذا معنى قوله 20 مثقال تحديدا ليس تقريبا. ثم هذا تحديدا هل هو يقينا أو ظنا؟ 20 مثقال بلغ 20 مثقال، هل يعتبر فيه أو الظن أو اليقين؟ يعتبر اليقين كما ذكر في الشرواني، نعم أي يقينا، فلو نقص عن ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك، فلو نقص في ميزان يعني ما في ميزان هذا وزن هذا الذهب، فإذا في بوزن هذا الميزان يكون 20 مثقالا، ثم وزن هذا نفس الذهب وضع في ميزان آخر، فإذا
لا يتم 20 بل ينقص شيء يعني 10 أو 10 من إشارة هكذا ينقص شيء فلا زكاة. لماذا؟ وهناك هذا التحديد لم يصل يقينا 20 مثقال لم يبلغ يقينا فلا زكاة للشك أي للشك في النصاب هكذا. وهكذا هل يختلف في ميزان وفي آخر؟ لما يختلف؟ هذا بين في التحفة. ولا بعد في ذلك مع التحديد لاختلاف خفة الموازين باختلاف يعني حذق صانعيها باختلاف حذق يعني مهارة صانع الموازين باختلاف مهاراتهم هكذا يختلف. يعني ينبغي أن يكون الميزان بدقة وتحديد لكن عند اختلاف الصياغة صانعها الصناعة رجل يكون ماهر في صناعة صنع الميزان والآخر لا يكون على هذه المهارة لأجل ذلك حينما يصنعان ميزانين ممكن يختلف شيئا شيئا. والمثقال 72 حبة حبة شعير متوسطة ثم يبين كم مقدار المثقال 72 حبة شعير متوسطة. العلماء كانوا يبينون هذا يعني يبدلون هذا بحبة شعير وبحبة أرز النيل يعني وزن الحبة كان معروفا عندهم لذلك هكذا قال. أما في زمننا هذا ليس معروفا ثم لأجل ذلك يجب علينا معيار آخر تبديل هذا المثقال يعني مقياس معروف لدينا. العلماء في كل زمن كانوا يبدلون هذا يحولون يعني هذه الموازين المكاييل الشرعية كلها بما يعرف في زمنهم من الموازين والمكاييل هكذا. فإذا هذا كان في زمن المصنف في القرن العاشر الهجري مثقال 72 حبة شعير متوسطة. قال الشيخ زكريا الأنصار رحمه الله قال ووزن النصاب الذهبي بالأشرفي 25 وسبعان وتسع. ثم وقال تلميذه شيخنا والمراد بالأشرفي القايتبائي. قايتبائي يعني كان والي مصر سلطان مصر الأشرفي يعني السلطان الأشرف قايتبائي هذا الرجل يعني بزمنه كان ذهب وهنا 20 مثقال كم كان في زمنه كان هكذا يعني ذهب فهذا الذهب النقد في زمنه كان 25 وسبعان وتسعون هذه التي تعادل 20 مثقالا بوزن مكة هكذا هو ذكر أما مصنف هكذا بالحبة حبة شعير قال هكذا. ثم وتسعون سبعان وتسعون ثم بالدانق أيضا يعني العلماء حولوا نعم في زمنه كان معروف لكن ليس 20 بل 20 بوزن مكة يساوي مقدار هذا 25 فإذا يزيد على 20 بخمسة و يعني سبعان وتسعين نعم يعني مثقال الأشرفي ينقص عن مثقال المكي بشيء من الوزن
كان ناقصا وزنا. ثم هكذا يعني علماء حولوا. والمثقال ثمانية دوانق وأربعة أصباع دانق، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة، والدرهم ستة دوانق والدانق سدس درهم وهو ثمان حبات وخمسا حبة، فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة. هكذا تحويل بالدانق، دانق يعني هذا شيء آخر، وكذلك تحويل آخر. وزن المثقال إحدى عشر، فنم يعني هذا كان شائع في الهندي، وصومون فنم. وزن الدرهم سبعة أفنام وثلاثة أرباع فنم وربع صومن، أي نصف بيشم، والفنم ستة عشر بيشم، والبيشم حبة واحدة معتدلة من الأرز. هكذا تحويل آخر. إمام كردي رحمه الله ذكر تحويلا آخر، وفي يعني نقل الشرواني عن الكردي ما نصه. وأما الربية سكة ملوك الهند، فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية، اثنان وخمسون ربية، هذا هو. فإذا ربية واحدة يكون على نصف مثقال، أقل من نصف مثقال. الربية قديمة، كان يعني سبيكة ذهب، أما في زمننا يعني ورق نقدي فقط. فإذا هكذا كل حوله. فإذا في عندنا يجب تحويله بجرامات، جرام وهو الذي يستعمل في زمننا لوزن الأشياء، جرام ملي جرام ثم جرام ثم يعني كيلو جرام وهكذا يذهب. فإذا 20 مثقال عندنا في زمننا 85 جرام، 85 جرام، لأن مثقال واحد يعني اثنان وربع جرام، اثنان وربع جرام هكذا يعني قدروا، هكذا قدروا يعني كيف استطاعوا أن يقدروا هكذا. يعني يوجد في بعض المتاحف الإسلامية المثقال النبوي أو المثقال بوزن مكة، حتى الآن لا يزال يحفظ، أي يحافظ عليه في زمننا. فإذن وهؤلاء الباحثون تنقلوا من متحف إلى متحف وأخذوا وزنه، فإذا اتفق وزن هذه المثقالات المكية وهكذا قدرنا. ثم ثمانين غرام، لا ثمانين، خمسة وثمانين هو صحيح، ليس ثمانين بل خمسة وثمانين. نعم هذا بالحرف كتب ثمانية أو بر على خمسة وثمانية، لأن جرام واحد يعني مثقال واحد جرامان والربع. نعم أنتم تريدون من أقلام أنا إن شاء الله سأرسل إليكم بحثا في المكاييل والموازين
قام به بعض إخواننا من الهند، الدكتور عبد الغفور الزهري عندي موجود في تساورس اليوم، ها بينه. نعم. يعني لكثير من العلماء يوجد هذا. ثم بعد فإذا هكذا 25 مثقال. ثم وفي فضة بالغت 200 درهم، لو بالغت الفضة 200 درهم يجب تجب الزكاة فيه، وإلا لا تجب الزكاة فيه. مثقال يقال له دينار أيضا، لو كان النقد من الذهب يقال إما مثقال أو دينار، أما الفضة يقال يطلق عليها الدرهم. ثم وبلغت 200 درهم، هناك أيضا يعتبر وزن مكة بوزن مكة، وهو 50 حبة وخمسة حبة. درهم واحد 50 حبة وخمسة حبة، يعني حبة شعير الذي سبق، يعني مثقال 72. ثم بعد ذلك ذكر بينهما النسبة، النسبة بين المثقال والدرهم أو الدينار والدرهم. فالعشرة دراهم 7 مثاقيل، أو فالعشرة دراهم 7 مثاقيل، هكذا نسختان. فالعشرة أو فالعشرة دراهم يكون هذا يقال، يعني النسبة السبعية بينهما، يعني عشرة دراهم كم يكون؟ درهم واحد يعني 50 حبة، فإذن 10 دراهم يضرب في 10، فإذن 50 يعني 500. ثم وهكذا يضعف، فإذن 7 مثاقيل كم يكون؟ نعم 72 حبة، فهذا يضرب بسبعة، فإذا يكون هناك مساواة. فإذا وهذا أيضا بجرام كم يكون؟ 100 درهم. درهم واحد 595 جرام، 595 جرام، 595، يعني جرام درهم واحد يساوي 3 جرام إلا ربع، إلا ربع العشر، إلا ربع العشر، يعني هذا جرامان
هو ملي جرام كم؟ 675 ملي جرام جراماني ثم 975 ملي جرام يعني ينقص من 3 جرامات 25 ملي جرام فقط 25 ملي جرام نعم. فإذا يكون بين هذين هذا يعني النسبة السبعية على شرط دراهم 7 مثاقل هذا ذكر معيار. فإذا هذا 85 وكذلك هنا 595 لو أخذنا هذه النسبة السبعية يكون صحيحا. كم مكتوب فيه هذا 20 مثقال؟ نعم ستين هو قلل ثم ثم ولا بخس فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمئتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ولا بخس الوخص يعني العفو مقدار لا يجب فيه الزكاة بين المقدارين هذا يقال له وقص فإذا هذا الوقص يوجد في المواشي مثلا هذا 30 بقرا ثم بعد ذلك يكون 40 بقر ما بين 40 30 و40 وقص يعني لو كان عند واحد وثلاثين أو 32 من البقر أو من ال هكذا مثلا فإذا في اثنين لا يجب شيء بل يجب في ثلاثين ثم يكون هناك بعده مقدار معين لو بلغ ذلك المقدار يجب الزيادة وإلا لا يجب شيء هذا يقال له وقص لا لا أبين إن شاء الله ولا وقص فيهما معنى الوقص هذا يعني القدر الذي يعفى عنه لا يجب فيه الزكاة فإذا في النقدين يعني في هذا الدينار والدرهم الذهب أو يعني المثقال الدينار وصل 20 درهم ثم بعد ذلك يزيد شيء مثلا نصف درهم يعني نصف مثقال أو ربع مثقال أو يزيد مثقالين أو أربعة وخمسة في كل هذا يجب ما يجب من النسبة اللاتية يعني العلماء بينوا هكذا نصاب واحد فقط لم يبينوا بعده نصابا آخر بخلاف المواشي هناك بينوا هذا كم الأقل ثم كم يعني 40 ثم 50 ثم يعني 80 ثم 100 وهكذا بينوا وهنا لم يبينوا هكذا لأجل عدم الوقت كذلك في الدرهم هلا هذا 200 فقط بينوا ثم بعد ذلك لا يبينون مقدارا آخر لماذا؟ كلما يزيد على 200 إما يزيد عليه بربع دينار فقط أو نصف دينار أو دينار واحد درهم واحد ربع درهم أو نصف درهم أو درهم أو يعني خمسة دراهم أو عشرة دراهم كلما يزيد ينظر في هذا الزائد إذن هذا القدر الواجب اللاتي ويخرج نعم ولا وقص فيهما هذا معنى الوقص ثم بعد ذلك كالمعشرات معشرات يعني الأموال التي يجب فيها العشر يقال عشر مال التجارة معناه أخرج منه العشرة وهذا المعشرات فإذا هذا نظير لما نعم لعدم الوقف كالمعشرات يعني لعدم الوقف ليس لوجوب الوقف لا وقف هذا نظير للنفي ليس للمنفي نعم
كالمعشرات. نعم. فإذا حبوب يجب فيه العشر كما سيأتي. فإذا في المعشرات ليس فيها وقص، كذلك هنا في الدينار والدرهم أيضا ليس وقص بخلاف المواشي. نعم. فيجب في العشرين ومئتين وفيما زاد. في العشرين يعني عشرين مثقال ومئتين مئتي درهم، وفيما زاد على ذلك يعني على العشرين والمئتين يزيد على ذلك ولو ببعض حبة. يعني هذه الزيادة ليست حبة تامة أيضا بل بعض حبة، يعني هذا مقدار قليل جدا. ومع ذلك يجب في كل هذا ربع عشر، يجب ربع عشر. لما يجب للزكاة؟ هذا مقدار الزكاة. نعم. ثم ولا يكمل أحد النقدين بالآخر. فإذا هذا رجل يملك مثلا 10 دنانير فكذلك يملك ما يقل من 200 و97 درهما 190 فكذلك 10 مثاقيل أيضا. فإذا هل يكمل يعني هل يجمعان ثم يعتبران نقدا يجب فيه الزكاة؟ لا يعتبران، بل كلاهما على واحدة، جنس جنس آخر آخر يعتبرنا. مرحبا. إن شاء الله أنا أذكر أقول ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه. يكمل كل نوع من جنس، فإذا ممكن يكون هناك أجناس من درهم، مثلا درهم مكي، كذلك درهم عراقي، درهم مصري. هذا درهم يعني الدرهم القديم، شبيكة يعني قطعة ذهب، أو يعني هكذا مثقال مكي، مثقال شامي، وهكذا يكون مثاقيل أنواع مختلفة. فكذلك يكون يعني أحد النوع خالصا ونوع آخر يكون مغشوشا، أو نوع آخر يعني جيد أو رديء. هكذا يأتي أنواع من المثاقيل وكذلك من الدراهم، وهذا أن يكمل من نوع واحد من جنس واحد يكمل. فإذا رجل يملك مثلا هذا 15 من المثقال الجيد، ثم 10 من المثقال الرديء، فإذا يلمان ينظر هل يصل مجموعهما هذا المقدار. نعم. لو كان يصل مجموعهما هذا المقدار يعني 20 مثقالا فيجب الزكاة. نعم. هكذا يكمل من جنس بآخر منه. ويجزئ جيد وصحيح عن رديء أو مكسر. هذا مسألة أخرى. نعم. فإذا هذا بينا وجوب الزكاة في الذهب والفضة، يطلق عليهما اسم النقد أو النقدان، ثم بعد ذلك مال تجارة كذا وكذا وكذا. فإذا ليس في زمننا يعني هذا النقد من الذهب والفضة، يوجد في زمننا هذه الأوراق المالية العملات ما الورقية فقط، هل يجب فيها الزكاة أولا؟ ذكر بعض العلماء بعض أصحاب الحواشي أيضا نفى الزكاة في هذه العملات الورقية، النقود الورقية المعاصرة. مثلا عبد الحميد الشرواني هو ينفي، هو يقول لا يجب فيها الزكاة، وكذلك هو قال لا يجب في مال تجارة ملك بها مملوكة بهذه
أوراق النقدية، فإذا حسب رأيه وقوله لا يكون في هذا الزمان زكاة النقد، وكذلك لا يكون زكاة التجارة. لماذا؟ لأن جميع مال التجارة، أو نعم نقول جميع مال التجارة، لو كان يعني شيء نادر فقط، لذلك جميع مال التجارة يملك بهذا النقد. ثم الآن في زمننا، في زمن تكلمنا، هذا النقد في بعض البلاد تطور مرة أخرى وصار نقدا رقميا، هذا ديجيتال كرنسي، نقدا رقميا هكذا تطور في بعض البلاد، هكذا ليس في جميع البلاد. هناك إذن هذه مسألة تأتي، ليس في زمننا هذا درهم ولا دينار يتبادل الناس بها بين معاملاتهم المالية، بل عندهم هذه الأوراق، هل يجب فيها الزكاة؟ هو يعني نفع، لكن يعني صاحب الموهبة، الموهبة يعني شرح عاشية شرح بافضل، هو رد عليه، رد على عبد الحميد الشرواني، كذلك رد بعض علماء داغستان على قول الشرواني، هو أصله من داغستان الشرواني، ثم كذلك يعني العلماء ردوا عليه في هذا القول، لذلك لا يعتبر بقوله بل يعتبر بأقوال الرادين من مثل صاحب الموهبة وموجب الزكاة. فإذا كيف يكون هذا؟ هل يكون داخلا في مسمى النقد؟ لا يكون داخلا في مسمى النقد، لا نقول أنه داخل في مسمى النقد. لماذا؟ لأن الفقهاء هم صرحوا أن النقد الدينار والدرهم أو الذهب والفضة فقط، إذن هذا ليس ذهبا ولا فضة، بل نقول أنه ما يجري مجرى النقد في الأحكام بحسب العرف، ماذا يجري مجرى النقد، لأجل ذلك يجب فيه الزكاة. ثم كان هناك بعض العلماء المحققين عندما ناقشوا في هذه المسألة وهم نظروا إلى واقع هذا النقد، يعني جميع الحكومات هم يفضلون، أصحاب الحكومات والسلاطين بالحكام يفضلون يعني ضرب النقود، يعني ضرب الأوراق المالية إلى مصرف رئيسي في بلادهم، هكذا مثلا في الهند يوجد ريزرف بانك، وهذا المصرف يعني يتولى ضرب هذه النقود الورقية، يكون هكذا يعني إدارة في كل بلد. فإذا كان الشرط هكذا أن يحفظ في خزانة المصرف ما يساوي ما يضربون من النقود الورقية من الذهب، يحفظون أو من الذهب أو من الفضة، يحفظون في خزانته. فإذا كانت هذه النقود الورقية بمنزلة وثائق، بمنزلة وثائق الوديعة، يعني أصحاب المصارف وهم يحفظون في خزاناتهم ذهبا أو فضة، ثم بقيمته وهم ينشرون هكذا كان. فإذا الناس يتبادلون بهذه الأوراق مع بقاء قيمة هذه الأوراق ذهبا أو فضة في خزانة المصارف، فإذا هذا صار بمنزلة الوثيقة، كان هذا نائبا بمنزلة النائب عن الذهب والفضة، هكذا بدأ هذا النظام. ثم بعد ذلك جاء عندهم يعني تغيير في هذا الشرط، فإذا لو كان عندهم يعني مقدار معين من الذهب في خزانة المصرف يجوز للمصرف أن ينشر ما شاء من النقود الورقية، لا حاجة إلى المساواة بين نشر النقود الورقية وبين ما يحفظ في خزانة من الذهب والفضة، لا حاجة إلى المساواة، بل لو كان عندهم يعني
مقدار معين يعتبر هذا كرأس مالي ينشرون ما شاءوا. ثم في هذا الزمان بدأ في بعض البلاد بدون هذا الحفل لأن ينشرون ما شاءوا. فعلى كل حال يكون لهذه الأوراق النقدية قيمة في عرف الناس، وكذلك حسب يعني الضرب ووضع السلاطين والحكام. ثم بعد ذلك الناس يتبادلون بها، يتعاملون فيما بينهم بها كما كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم. فإذن ماذا تبرئة الذمة، مثلا رجل اشترى شيئا ثم بعد ذلك أعطى قيمة الشيء، أو يعني استأجر شيئا ثم بعد ذلك أعطى أجرة الشيء من هذا الورق المالي ورق النقدي، فإذا كأنه بريئة ذمته من هذا الثمن أو من هذه الأجرة. وهذا هو براءة الذمة فيما بين الناس، هو مقصود التعامل بهذه الدنانير والدراهم. فهذا يوجد في التعامل بهذه الأوراق المالية، البراءة من الجانبين. ثم لأجل ذلك نقول هو ما يجري مجرى. فإذا لو كان هكذا هل يعتبر يعني مثقالا دينارا أو درهما؟ فإذا هذا أخ ويس على ذري سأل هذه المسألة، يعني هل يكمل أو لا يكمل؟ هذا كأنه نوع مستقل، ليس ذهبا ولا فضة، بل كأنه جنس مستقل، كأنه حدث في زماننا نوع جنس مستقل. لأجل ذلك كأنه يعني لا يضاف إلى الذهب ولا الفضة، بل هذا الرجل يملك يعني من هذه الأوراق المالية أنواع مختلفة. مثلا عنده دولار، عنده ريال، عنده يعني دينار كويتي أو إماراتي، كذلك روبيل روسي، كذلك روبية هندية، هكذا هو يملك. وهذه كلها تعتبر أنواع من جنس واحد، فإذا ينبغي أن يكمل. ذكرنا مثلا يكمل كل نوع من جنس بآخر منه، فإذا هذه أنواع لجنس واحد. لأن في قديم الزمان كان نوع النقدي اثنين، في زماننا لا، كان جنس النقدي اثنين، في زماننا كان النقد ثلاثة أجناس. فإذا هذا جنس واحد، فإذا لهذا الجنس يعني جنس الأوراق النقدية أنواع مختلفة، يكمل واحد بآخر. ثم ويجزئ جيد وصحيح، هذا بالنسبة إلى مسألة الإخراج، إخراج قدر الزكاة. جيد وصحيح كلاهما مجزئان عن رديء ومكسر، يعني رجل عنده الدينار أو الدرهم رديء فقط، يعني نوع رديء. كيف يكون رديء؟ هذا بسبب رداءة الذهب. هذا في بعض المعادن، من بعض المعادن، معادن الذهب يستخرج ذهب رديء، وفي ومن بعض المعادن يستخرج يعني الذهب الجيد. وهكذا ليس هذا الرداءة والجودة بسبب الغش، بسبب خلطه يعني بنحاس أو يعني بمعدن آخر، بل هذا يرجع حقيقة فيما أعلم إلى معدنه، إلى مقره داخل الأرض، يكون من مكان جيد ويكون من مكان رديء، هذا جودة رداءة. نعم. ثم هكذا عنده الدنانير أو الدراهم كله رديء، هو أراد أن يخرج جيدا في قدر الزكاة، يعني ربع أشر، وهو يخرج الجيد، هذا مجزي يكفي. لماذا؟ هو تبرع بالزيادة،
فكذلك عنده صحيح مكسر ليس صحيح، فإذا هو أراد الصحيح. نعم مكسر صحيح يعني عنده هذا أجزاء وهذه الدنانير، ليس درهم درهم درهم، ليس هكذا تعمل، بل عنده أكسر لدرهم من درهم من هكذا، مثل الفلسي فيما علم هكذا دينار دينار مكسر أو يعني مثقال درهم مكسر يعني مثل الفلوس، لكن هو أراد أن يخرج الصحيح هذا مجزي. نعم بل هو أفضل، لماذا؟ لأن فيه إحسان على الفقراء، إخراج هذا أحسن، إخراج الجيد يعني الرديء والصحيح يعني المكسر، هذا هو أفضل. ثم وخرج لا عكسهما يعني لا يجزي عكسهما، هذا النفي يتعلق بقوله يجزي لا يجزي عكسهما، يعني لو كان عنده جيد لو أخرج الرديء لا يجزي، أو يعني عنده مال صحيح من الدينار والدرهم وأراد يخرج الكسرة الكسرة الكسرة، هذا لا لا ما يجزي عكسهما. وخرج بالخالص المغشوش، هناك فيما ملا ذكرنا بلغ قدر خالصه، بلغ قدر خالصه، فإذا يعني هذا النقد عنده الدينار أو الدرهم عنده يعني مغشوش المخلوط، مغشوش معناه هو المخلوط من ذهب بنحو فضة أو نحاس هكذا، أو يعني المخصوص من فضة بنحو معدن آخر يساويه مثلا ألومنيوم، وهكذا يوجد يعني هناك معادن هكذا خلط. فكيف يأتي هذا الخلط؟ الخلط يأتي من جانب الحاكم، هو حينما يأمر بضرب النقد يعني بضرب الدينار والدرهم، ماذا وهو يعين يعني هذا في هذا الدينار نصفه من ذهب، ثم ربعه من فضة، وربعه من نحاس، ثم يخلط. فإذن ثم بعد ذلك يسمون هذا المجموع مثقالا مثقالا، وهو رجل يملك 20 مثقال أو 25 مثقال من هذا، هذا في الحقيقة مغشوش، فإذن لا يكون فيه، لو كان يعني يملك 20 مثقال من هذا المثال الذي قلت، وهو يملك من الذهب 10 مثاقيل فقط، لماذا؟ في كل مثقال مثقال هذا المغشوش يوجد يعني نصف نصف فقط، فإذا هو يملك 10 فقط، فإذا هل يجب فيه زكاة؟ لا يجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. فإذا في هذا المثال يعني في كل مثال مثقال هكذا 3 معادن يعني ذهب نصفه، هذا فضة ربعه، ثم نحاس ربعه، فإذا لو كان يملك 40 من هذا، رجل يملك 40 من هذا كم عنده 20 مثقال، نعم هكذا لو بلغ خالصه نصابا يجب وإلا لا يجب. كما يجب ربع عشر قيمة العرل في مال التجارة، هذا ربع عشر يجب في النقدين، كذلك يجب ربع عشر أين؟ ربع عشر قيمة العرل لا يعتبر يعني نفس مال التجارة، عين مال التجارة، بل في مال التجارة يعتبر قيمتها، أما في الدينار والدرهم يعتبر عينهما، لم يذكر فيما ملا يعني القيمة، بل يعتبر هناك العين، أما في مال التجارة يعتبر قيمة العرل، عرل بسكون الراء عرل، ما معناه؟ اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال،
هكذا. يعني كل مال غير النقدين غير هذا الدينار والدرهم. نعم غير الدينار والدرهم كل مال سواء كان أرلا أو ماشية أو بناء أو أي شيء أو سيارة أو مركبا آخر أي شيء حتى العبيد أيضا الرقاق عمت عبد هكذا كل يكون في الأرل ما قابل النقد من صنوف الأموال. وقيل اسم للأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا ويطلق على ما قابل الطول. نعم هذا عرل يقال على ما يقابل طول الشيء طوله عرله هكذا يقال. أما هنا معناه يعني ما قابل النقدين بالاتفاق. هناك عرل له معان كثيرة. هنا معنى العرل ما قابل النقدين من الأموال أي شيء كان يتجر فيه غير هذين النقدين. أما لو اتخذ واحد النقدين مال تجارة هو يتجر فيهما في الذهب تاجر الذهب أو تاجر الفضة هذا سيأتي وقال له صيرفي. نعم قيمة الأرل في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول ثم بلغ النصاب. نصاب مال التجارة يعني هو يقاس على نصاب الذهب والفضة. لو بلغ قيمة عرل التجارة قيمة وزنها أو نصاب الذهب والفضة يجب فيه الزكاة وهذا يعتبر بالقيمة. نعم لكن وهنا في مال التجارة متى يجب هذا بلوغ النصاب في آخر الحول. فإذا الرجل بدأ تجارة عندما يبدأ يشرع في التجارة ما كان عنده نصاب بل كان أقل من نصاب. مثلا هو اشترى شيئا لأجل التجارة بعشرة مثاقيل فقط ثم هو اتجر وزاد أخيرا عندما مضى عليه حول قمري كم هو يعني 20 مثقال أو أكثر من 20 مثقال يجب فيه الزكاة. أما في نفس الدرهم والدينار يجب يعني في تمام السنة عند البناء عند ابتداء السنة ثم أثناء السنة في آخر السنة جميعا واجب. نعم بقاء هذا النصاب عنده. ثم وإن ملكه بدون نصاب ويملك بدون نصاب ملك هذا مال التجارة بدون نصاب ثم بعد ذلك في آخر الحول لو بلغ النصاب. إذن هذا اعتبار النصاب في آخر الحول هنا فقط. لماذا اعتبر في آخر الحول؟ لإضطراب الأسواق كثيرا. هذا تجارة تجري في الأسواق الأسواق تضطرب كثيرا مرة يزيد الثمن ثم ينقص جدا ثم يرتفع ممكن يغلى كثيرا فهكذا يعني التنقلات في القيمة الاضطرابات في القيمة كثيرة في التجارة لأجل ذلك كأنه لا يمكن هذا المحافظة على مال بهذا النصاب بدون نقصان قيمته في وقت من أوقات الحول لأجل ذلك اعتبر الشرع في آخره. نعم ثم ما معنى التجارة؟ التجارة معناه تقليب المال بالمعاملة لغرض الربح هكذا ذكر تعريف التجارة في الأصناء والمغني واللعاب كلها. التجارة معناه تقليب المال في تعريف التجارة المال شامل للعرل والنقدين جميعا. ثم فإذن كل متمول سواء كان نقدا أو غيره. نعم
تقليب المال بالمعاولة. فإذا لو كان بدون المعاولة مثلا هذا تقليب المال بدون المعاولة يعني هو يعطي هبة هذا لا يكون تجارة. فكذلك ينبغي أن يكون في الجانبين المال تقليب المال بالمال. فإذا تقليب المال بالمنفعة لا يكون تجارة بل يكون إجارة. فهذا تقليب المال بالمعاولة لغرض الربح وهو يرجو الربح لأجل ذلك هذا تجارة. ثم ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم يني الله. ثم هذا الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل هكذا يعني شأن التجارة. لو شرع واحد في تجارة ثم يأتي يوما ربح ثم في اليوم الثاني لا يكون شيء من الربح ثم في يوم ثالث يكون خسارة في تجارة هكذا يتقلب تقلب يكون الضراب. فإذا هذا الربح يكون يعني ملك جديد بالنسبة إليه. مثلا هذا ملك بعشرين درهم بعشرين يعني مثقال ماله لا حاجة إلى مثقال يعني أو بمئة ألف روبيل أو دولار. هو بدأ التجارة ثم بعد ذلك يكون هذا المال على هذه الحالة بدون زيادة قيمته ولا نقصانه يبقى شهرا هكذا. ثم بعد شهر زادت قيمته برأس مال يعني كم قلت 100,000 نعم. فإذا زادت قيمته صارت قيمته 100,000 و 100 روبيل. فإذا هذه 100 روبيل دخلت في ملك هذا الرجل أو هذا التاجر بعد شهرين. فإذا هذا ملك جديد. متى يبدأ حوله حول هذه المئتي من ذلك الوقت أو يعني هل يلم إلى رأس مال التجارة؟ لو لم إلى رأس مال التجارة فيقدر ابتداء حول هذه المئتي من متى من يبدأ التجارة بمئتي ألف. فإذا قبل دخول هذه المئتي في ملكه بشهر الشرع يقدرها أنها دخلت في ملكه عندما يمضي على هذه المئة 11 شهرا يجب عليه الزكاة. يعني بعد أن ملك حينما يمضي 11 شهرا لم يمضي عليه 12 شهرا عندئذ يمضي على أصل مال التجارة 12 شهرا فيجب عليه الزكاة. هكذا هل يلم أو لا يلم؟ نعم يلم في بعض الأحيان ولا يلم في بعض الأحيان. لماذا يلم هذا الربح؟ هذا شأن التجارة هكذا يعني في زمننا يعني هذا الاضطراب السوقي يعني كثير جدا بسرعة فائقة في اللحظات يتغير القيمة. في هذه اللحظة يكون قيمة شيء مثلا 100,000 بعد لحظة ممكن ينقص بمئة أو بعد لحظة يزيد بمئة هكذا في اللحظات. على كل حال هذا يكون تقلب اضطراب السوق في القيمة. في أجل ذلك لا يتيسر أن يعتبر بالنسبة للتاجر. تاجر يعتبر يعني ويحسب كلما يتجدد ربحه 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 متى يبدو متى يبدو هذا في أي لحظة بدأ ملكا. وكذلك في أي يوم زاد قيمة هذا المال كم حصل من الربح. وهذا الحساب هذا اللبط متعسر. لأجل ذلك سهل على التاجر بضم ربحه إلى أصل مال التجارة إلى رأس مال التجارة هذا هو اللي لتنع. فإذا يلم الربح الحاصل في أثناء الحول
أثناء الحول أو آخر الحول كما ذكر في التحفة. ثم هذه الزيادة كيف يكون؟ هذا الربح كيف يكون؟ الربح يكون يعني إما يكون متصلا أو منفصلا. متصلا منفصلا، مثلا هذا رجل اشترى عقارا للبيع أو اشترى سيارة، بعد ذلك بشهر زادت قيمته بمئة ألف، هذا عشر مئة ألف، هذا رأس مال بعشر مئة ألف روبيل اشترى عقارا أو بدارا للتجارة، بعد شهر زادت قيمته، أو بعد أن ستة أشهر زادت قيمته بمئة ألف، لكن وهذا المال يبقى في ملكه لم يباع، فإذا هناك ربح بسبب غلاء وزيادة قيمة هذه الدار وهذا العقار في سوق العقارات زادت قيمته، لأجل ذلك هناك ربح غير منفصل. ربح غير منفصل، لو كان ربح منفصل كيف يكون؟ يعني هذا رجل اشترى يعني أكثر من عقار أو أكثر من بيوت أو أكثر من سيارات هكذا، أو يعني أمتع كثيرة، ثم باع بعلا منه وباع لم يبيع بعلا منه، عندئذ عندما يأخذ القيمة هذا عشر مئة ألف، هذا الربح يعني مش مئة ألف، فإذا أحد عشر مئة ألف هذا مئة ألف واحد وهو ربح منفصل، وهو ربح منفصل، ثم عشر مئة ألف هو رأس ماله، وهكذا يكون ربح يعني منفصل أو غير منفصل. ذكر في التحفة مثالا لهذا الربح أو ما آخره في نفس العرل كالسمن أو غيره كارتفاع السوق. يعني هذا رجل اشترى يعني شاة أو بقرا أو إبلا للبيع، ثم بعد شهرين صار سمينا، فإذا هذا السمن في لحمه يكون ربحا في نفس عرل التجارة أو غيره، ليس في نفس عرل التجارة أو غيره كارتفاع السوق، يعني بسبب هذا السوق ارتفع يعني غلاء ارتفع في السوق، نعم هكذا يكون منفصلا أو يعني منظما غير منفصل. أيا كان يضاف في إلى ما؟ إلى أصل مال التجارة، الربح الحاصل في أصل مال التجارة ينضم إلى الأصل في الحول، في الحول يعني في اعتبار الحول، في اعتبار شروع الحول. نعم. لهذا قيد إن لم ين الله، لم ين الله ما معنى أن الله؟ أن الله يعني تغير أو يعني تقلب هذا المال نقدا، نقدا يعني دينارا ودرهما، نقول معناه تقلبه إلى أين؟ أعوده إلى أين؟ إلى ما يقوم به، بأي شيء يقوم؟ بالدينار والدرهم. فإذا هذا مال التجارة، عندما باع حصل على النقد، فإذا نقول هذا مال التجارة قد نل. لو نل لا يضاف إلى الأصل، لو لم ين الله يضاف إلى الأصل هكذا. أما إذا نل بأن صار ذهبا أو فضة، هذا ما نل هو فسر بأن صار ذهبا أو فضة، فإذا معنى النلول هذا لو لم ين الله يضاف إلى الأصل، لو نل لا يضاف إلى الأصل، فإذا أما إذا إن الله بأن صار ذهبا أو فضة، هذا بأن صار ذهبا أو فضة، هذا معنى الغضب. ثم إن الله وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى اللفظ. لماذا قال يعني أمسكه إلى آخر الحول؟ هذا إلى آخر حول أي شيء؟ إلى آخر حول الأصل لا يضاف إلى الأصل، مثلا بعد ثلاثة أشهر هكذا نضع،
فإذا ثم بعد ذلك هذا أصل المال التجارة، مثلا 100,000 درهم لا 100,000 روبيل هذا هو حفظ عنده بدون أي تصرف فيه. فإذا عندما يمضي عليها 6 أشهر لا 9 أشهر يجب فيه الزكاة. لماذا؟ هذا المال كان عنده أولا 3 أشهر مال تجارة، ثم بعد ذلك 9 أشهر نقدا، فإذا مجموع 12 شهرا يجب فيه الزكاة. لكن هذا الربح 100,000 الربح 100 وهذا الربح 100 لو مضى عليه 9 أشهر لا يضم إلى الأصل، بل يجب عليه 3 أشهر أخرى. لو كان يضم إلى الأصل عندما يمضي عليه 9 أشهر يجب الزكاة، وهنا لا يجب الزكاة لون الله. نعم، هذا معنى قوله إلى آخر الحرف. إما هذا هو نفسه يبقى أو يشترى به عينا آخر، لا بأس. يعني هذا تبدل النقد مال تجارة أو مال تجارة، تبدل مال تجارة نقدا لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول به. مثلا هكذا كما قلت مثال، يعني رجل ملك النصاب 20 درهم لا 20 دينار أو 200 درهم مثلا، في زماننا كم يكون روبيل؟ لا أدري كم يكون. عندنا في الهند في هذه السنة تقريبا 30,000 روبية هندية تقريبا، يساوي 200 درهم. نعم، فإذا 100,000 روبيل ملكه رجل وأمسك عنده 14 شهر، ثم بعد ذلك اشترى سيارة للتجارة، بعد شهرين هو باع هذه التجارة، فإذا جاء إليه هذا رأس مال والربح. ثم بعد ذلك بقي هذا المال عنده كم شهر؟ 4 ثم 2 6، بعد ذلك بقي عنده 6 أشهر، فإذا يجب الزكاة. وهناك أولا كان هذا عنده نقد، ثم صار سيارة، ثم صار نقدا، وبهذا التبدل التغير لا ينقطع الحول حول الزكاة. التغير بعد مال التجارة والنقد لا ينقطع به. نعم، فإذا هنا مشكلة، يعني عندنا أصحاب هذه الحوانيت مثلا، حوانيت الفواكه أو حوانيت يعني كل أي شيء، الآلات أو حوانيت يعني جوالات، وهم يبيعون كل يوم شيئا شيئا، فإذا جزء من التجارة يعني من مال التجارة يبيعون، يأتي إليهم نقده، فإذا هل هذا يعتبر نلولا؟ ما معنى نل أو لم ينل؟ جميعه أو بعضه؟ لو كان معناه يعني إن لم ينل بعضه كذلك إذا نل بعضه، فإذا ماذا يكون حالة أصحاب الحوانيت والدكاكين؟ في كل يوم عندهم يعني ينل شيء 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 هكذا، فإذا وهم يعني في المساء يكون عندهم مال تجارة يعني شيء من رأس المال، وكذلك شيء من الربح يكون كل يوم، فإذا ماذا حاله؟ هل يضم أو لا يضم؟ لو كان معنا القول يعني إن لم ين الله هناك، لو قدر الفاعل البعض، أما إذا نلى فإذا فهذا لا يضم إلى الأصل، بل يبدأ لهؤلاء كل يوم يعني سنة جديدة جديدة، فإذا عندما يمضي عليهم سنة واحدة يجب عليه الزكاة في كل يوم في كل يوم. لو كان هذا الربح مقدار الربح
هذا نصابا، لو كان مقدار الربح مقدار نصاب يجب عليه يوميا زكاة زكاة، لكن هذا أمر يعني شاق متعسر. لأجل المشقة في هذا الاعتبار ذكرنا أن الربح يضم إلى رأس المال، رأس مال التجارة. أنا قلت للة يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل، لماذا يضم؟ لأجل اعتبار كل ربح بسنة جديدة، هذا متعسر على التاجر، لأجل ذلك يضم تفصيلا عليه. فإذا معنى قوله إن لم ينل معناه إن لم ينل جميعه، كذلك عما إذا نل يعني نل جميعه، هكذا ذكر يعني الإمام المحلي، الإمام المحلي ذكر هذه المسألة، عبارته هكذا في شرح المنهاج عندما ذكر مسألة النل النلوذ قال أي صار الكل نالا، أي صار الكل نالا، هكذا ذكر يعني الإمام المحلي. فإذا كما ذكرنا يعني من حالة أصحاب الحوانيت والدكاكين لا يكون لهم سنة جديدة جديدة في أرباحهم اليومية، بل كل ما يربح يوميا يضم إلى أين؟ إلى يعني إلى الأصل، إلى رأس مال التجارة، هكذا يضم. وهذا الذي ذكرت يعني الربح يكون في بعض الأحيان منفصل، في بعض الأحيان منضم. فإذن كل يوم هم يحصلون روبيل روبيل أو دينار دينار أو ريال، هذا يكون ربح منفصل يضم إلى الأصل. نعم. فإذن يعني مثلا أنا اشتريت عقارا للبيع ثم أنا بعت هذا العقار تماما، ليس عندي مال تجارة آخر، عرض آخر غير موجود، أو رجل اشترى سيارة للبيع سيارة واحدة، ليس يعني هذا يعني دكاكين سيارة لا، مصانع سيارة لا، هناك يعني هم يبيعون سيارة ولا يبيعون يعني سيارات كثيرة محفوظة عندهم، ليس هذا، الرجل وهو اشترى سيارة للتجارة ثم عندما باع هذه السيارة أن الله جميع مال تجارته لو لم يكن عنده تجارة أخرى، هذا. فإذا يبدأ يعني ينظر يعني كم رأس مال التجارة، يعني بكم هو اشترى هذه السيارة، كم كان ربحه، لهذا الربح يكون سنة جديدة، وهذا رأس مال يكون يرجع إلى سنته الأصلية، هكذا، وهذا أمر سهل. نعم. هذا فسر يعني صاحب سليمان الجمل على حاشية المنهج، وكذلك على حاشية الخطيب أيضا، ثم يعني إمام قلوبي أيضا بين هذا. المراد لو رد مال التجارة، هذا عبارة المنهاج، لو رد مال التجارة إلى أين؟ إلى النقد. المراد نل جميعه ناقصا من جنس ما يقوم به، هكذا. أما لو نل البعض فقط فحول التجارة باق فيه، باق في أي شيء؟ في هذا البعض. وإن قل العرض جدا لأن الربح كامن فيه ونقص المال عن النصاب لم يتحقق. ثم أنا نعم نعم بالأوراق المالية. فإذا هذا أنا ذكرت مثال، يعني هو اشترى بمئة ألف روبية سيارة، باع بمئة ألف وخمسين، يعني مئة أو خمسين ألف، فإذا هذا خمسمائة أو يعني خمسة آلاف، وهو ربح
يكون له سنة جديد، ثم ممكن هو يعني بهذا بخمسة بخمسة آلاف، وهذا اتجر وهذا زاد. عندما يكمل سنة عنده يعني هذا النصاب يوجد، يجب به زكاة حول جديد. نعم. و يعني سليمان الجمل هو قال ومنه نعلم تعلم أن التجار بحوانيت الديار المصرية ونحوهم إذا نل من عروضهم البعل ناقصا فحول التجارة باق فيه نظرا لما عنده من العروض، فإن قلت فليتفطن لذلك. نعم. لكن إذا اشترى بعد ذلك في ذمته ونقد فيه بعد لزوم العقد ذلك النل يبتدا الحول. فإذا هنا معنى النل يعني هذا ليس البعض بل الجميع. نعم. ثم ماذا ماذا ويصير عرض التجارة للقنية. نعم. ويفرض الربح بحوله. قال هنا الله الجميع. فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله. ثم ويسير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. فإذا رجل اشترى شيئا لأجل التجارة هذا مثلا صيرورة مال التجارة لما يعني مال القنية، مال القنية يعني مال ينتفع به في حياته، هو ملك هذا المال للانتفاع به في حياته ليس لأجل يعني التجارة بقصد الربح، هذا مال القنية هو يقتني به يعني يحفظ عليه. هذا التغير كيف يكون؟ بنيتها يكون. فإذا هكذا رجل اشترى سيارة للتجارة بعد يعني شهر او ستة اشهر هو يحتاج الى سيارة، فإذا نوى انه لا يتجر بها بل هو يعني ينتفع بها لنفسه، هكذا غير النية، فإذا يعني بطلت التجارة، يعني انتهت التجارة هناك. هذا الذي قال يسير عرض التجارة للقنية بنيتها فينتقع الحول بمجرد نية القنية، مجرد نية القنية. ثم لو كان هذا المال لا يعتاد بالانتفاع به في حياته هل يتغير؟ تفسد التجارة. نعم تفسد التجارة. هناك ذكر علي شبرام الذي ولو كثر جدا، هذا مال التجارة يعني كان كثيرا جدا بحيث تقل العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به، هكذا يعني. وهذا مقدار مال التجارة أكثر مما يندفع به رجل، وما ذلك هو نوى، فإذا تغير بطلت التجارة لا يجب في ماله الزكاة، مال القنية لا يجب فيه الزكاة، لا عكسه. يعني رجل أولا كان ملك هذا الشيء لأجل الانتفاع به، ثم بعد ذلك جعله مال تجارة بنيته، لا يكون مال تجارة بل وهذا نية التجارة ينبغي عند الملك. فإذا عندما يملك عندما يشتري هذا أو رجل وهبه، فإذا عندما يقبل هذا المال الموهوب لو أراد ونوى التجارة به يكون مال تجارة، هكذا ملك هذا المال كمال قنية، ثم بعد ذلك جعله للتجارة بالنية لا يكون مال تجارة، لا يجب فيه الزكاة. ولو اتجر إلى حقيقة هكذا نوى ثم ماذا فعل؟ هو فعل التجارة، اتجر في هذا المال بالفعل، لا يجب الزكاة. نعم. يعني مال قنية لا يتغير مال التجارة. لا عكسه. ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف. هذا مسألة أخرى.
لا يكفر منكر سبقا بينا جاحد الزكاة يكفر هو مرتد سبقا بينا. فإذا رجل لا ينكر الزكاة مطلقا بل هو ينكر وجوب زكاة التجارة فقط، هو يقول يعني لا يجب في مال التجارة زكاة، هل يكفر لا يكفر هذا؟ لماذا للخلاف فيه في وجوب زكاة التجارة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بعدم وجوبها. ثم يبين يعني شروط وجوب الزكاة، فإذا هو بين يعني أمرين نوعين من أموال الزكاة، من ثمانية أنواع من أموال التي يجب فيها الزكاة. ذكر النقدين ومال التجارة والباقي سيأتي. ثم قبل ذلك وهو يبين شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. هذا شرط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة للتجارة، هذه الشروط ليست شروطا لوجوب الزكاة في مال التجارة، هذا سيأتي بعد. تمام نصاب لهما كل الحول، ينبغي أن يتم النصاب للذهب والفضة كل الحول، يعني من ابتداء الحول إلى انتهائه تماما ينبغي. ما معناه بأن لا ينقص المال عنه، أنه يعني عن النصاب في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره كما سبق ذكره هنا، لأنه حالة الوجوب يعني آخر الحول، لما اعتبر آخر الحول هذا لأنه حالة الوجوب، لذلك اعتبر آخره. ثم لما لم يعتبر جميعه هذا يعني كما قلت هذا متعسر لأجل تقلب في الأسواق، اضطراب في الأسواق هذا متعسر، لذلك لم يعتبر كله بل اعتبر بعضه. فإذا حينما يعتبر البعض يمكن أن يعتبر أول الحول أو آخر الحول أو وسط الحول، هكذا أجزاء موجودة. ثم لماذا اعتبر آخره؟ هذا إلا الثاني لأنه حالة الوجوب لاعتبار آخره، ليس لاعتبار ليس لعدم اعتبار كل الحول له إلة أخرى. ثم وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه، كيف هذا زوال الملك؟ بمعاوضة نويرها، إما عوله بشيء هذا مال التجارة عوله بشيء آخر بمعاوضة أو غيرها أو بدون عوض، بدون عوض كيف يكون هذا؟ بهبة ووهبه لآخر. ثم فإذا بمعاوضة معناه مثلا هذا هبة بعوض، ليس لو كان هذا زوال الملك بالتجارة لا ينقطع. مثلا هذا عنده نقد كما ذكرت يعني تبدل أو تحول النقد مال تجارة مال تجارة، تنقل مال تجارة نقدا لا ينقطع به الحول. فإذا معنى هذه المعاولة معاولة بغير التجارة، مثلا رجل وهب هذا المال لرجل آخر، أية هبة هذا؟ هبة بعوض، الهبة عند الفقهاء هبتان، هبة بمعاولة هبة بدون معاولة. فإذا هذا رجل قال لآخر وهبت هذا لك، ثم وهو يعطي لهذا عوضا آخر، هذا ليس هذا تجارة هكذا أو غيرها بدون معاولة، زال الملك ثم رجع إلى الأول. نعم لو ملك نصابا ثم أقر له آخرا، هذا مسألة القرل، عند القرل أيضا يكون زوال الملك، لأجل ذلك هو استدرك هذا على زوال الملك. هذا رجل ملك نصابا ثم أقر له يعني أعطاه قرلا لآخر بعد ستة أشهر مثلا لم ينقطع الحول، فإذا وهذا زوال الملك لو كان بالقرل لا ينقطع، معنى
يعني على استثناء. فإن كان مليا وعاد أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول. فإن كان من هذا الآخر المستقر ليس المقر. فإذا المستقر هو يعني موسر أو يعني عاد إليه ليس موسرا بل يعني هذا المال عاد إلى الرجل المقر إلى الأول يعني المستقر رد قرله أخرج الزكاة آخر الحول. آخر الحول يعني حول الملك ليس حول العود ولا حول القرل. يعني هناك ثلاثة أمور: أولا ملك ثم قرل ثم عود إليه. الحول لما للملك عند تمام السنة الستة أشهر الثانية لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقتر. يعني لا هنا زال الملك ومع ذلك لما يبقى هذا الحول بدون انقطاع لأن في ذمة المقتر وجب البدل وهو اقترض القرل. يعني يوجب البدل في ذمة المقتر لأجل ذلك كأنه يملك. ثم هنا هذا مال واحد فقط لكن في هذا المال الواحد يجب زكاتان. هذا المقتر ماذا فعل؟ هو أمسك هذا القرل حولا هذا النصاب هو أمسكه حولا يجب في هذا المال على المقتر وكذلك على المقتر أيضا. فإذا زكاتان بمال واحد هكذا يتصور. فإذا لو كان مليا أو عاد إليه هكذا قال. فإذا لو لم يكن مليا لا يجب أو يعني لم يعد إليه ولم يعد إليه. فإذا هذا لا يجب الزكاة أصلا أو لا يجب عليها الإخراج لا يجب عليها الإخراج فقط. هناك ذكاء أخرج الزكاة هذا لي وجوب الإخراج ما هو القيد إن كان مليا يعني موسرا أو عاد إليه. ليس هذان القيدان لوجوب الزكاة في مال القرل بل يجب الزكاة يعني حولان الحول بتمام الحول. ومع ذلك متى يجب الإخراج؟ إخراج حالا يجب لو عاد إليه هذا المال أو كان موسرا باذلا. ثم فإذا لو لم يكن موسرا باذلا بل هو معسر أو هو موسر لكن يعني هو ليس بباذل بل هو لا يريد أن يرد بل هو معطل مطل يفعل المطل يقول غدا بعد غد هكذا أو يلعب به هكذا إما غير ملي أو لم يعد ولم يعد إليه. فإذا استقرت الزكاة في ذمته فإذا هذا ليس قيدا للوجوب بل هذا قيد للإخراج. ثم بعده وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة أما تجب فيه الزكاة لحيلة. فإذا لو زال هكذا ملك في أثناء الحول في جزء من أجزاء الحول ينقطع الملك. فإذا الرجل هو بخيل ماذا فعل؟ هو يحتال بزوال بإزالة ملكه في نهاية أو في قرب تمام الحول قبيل ذلك. مثلا هو اتحد مع زوجته أو مع أحد أبنائه أو أصدقائه ثم هو يملك ماله لمن علي آخر ثم بعد ذلك وهذا الآخر يرد هذا المال إليه. فإذا انقطع الحول هكذا لقطع الحول لإزالة أزال الملك وهذا مكروه. هذه الحيلة وكره أن يزيل ملكه. كيف يزيل؟ ببيع يبيع ثم يشتري. فإذا بالبيع يعني لو كان البيع بعرض تجارة أخرى لو كان البيع بالنقدين لا ينقطع كما سبق أن بينا. ببيع أو مبادلة مبادلة يعني هذا ليس ببيع بل هذا مثلا كما قلت يعني هبة بمقابلة هكذا
إزالة الملك أن أي شيء عما تجب فيه الزكاة يعني هذا نصاب موجود عندما كاد أن يتم الحول عليه أزال الملك نعم هكذا فإذا عما تجب فيه الزكاة يعني وأزال الملك عن جميعه عن بعضه ممكن لو أزال ملك البعل فلا تجب الزكاة لماذا؟ لأنه لا يكون لا يتم النصاب عند تمام الحول هكذا إما أزال الملك عن تمام هذا المال أو عن بعل هذا المال لحيلة ما هي الحيلة؟ بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة هذا مكروه لأنه فرار من القربة فرار من القربة العبادة وفي الوجيز يحرم لما الغزالي رحمه الله ذكر هذا حرام نعم وزاد في اللحية ما وزالي زاد يعني زاد على أي شيء على قوله بالحرمة وفي اللحية قال يحرم ومع ذلك زاد مسألة ما هو ولا يبرئ الذمة باطنا هكذا إزالة الملك أهل يبرئ ذمته باطنا عن الزكاة لا يبرئ ذمته يعني الزكاة واجبة في ذمته مع أن الملك يزول ظاهرا فقط يعني لو زال هذا لو زال الملك بهذا الطريق فبعد ذلك لا يأخذ السلطان من ماله الزكاة بل يتركه لو ادعى أن يعني ملكه زال فيتركه ظاهرا أما عند الله تعالى باطنا معناه بينه وبين الله تعالى هذا الوجوب باق لو مات على هذا الله تعالى يعاقبه لما لعدم أداء الزكاة بقي هذا باطنا نعم وأن هذا من الفقه الضاري ثم ذكر في اللحية هذا أيضا أن هذا من الفقه الضاري فإذا في اللحية زاد أمرين ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضاري هذا فقه ضار يعني لمن للفقراء يبقى باطنا لا يبقى وجوب الزكاة ظاهرا فإذا الفقراء لا يحصلون على الزكاة لماذا؟ لأن الحاكم هو الذي الإمام هو الذي يجمع الزكاة ويرده يردها على الفقراء فإذا هنا هو لا يأخذ الزكاة من هذا الرجل لأن ملكه زال ثم الحيلة ومكمونة في قلبه لأجل ذلك لا يتلع عليه عليها الحاكم لذلك يتركه بدون أخذ الزكاة من ماله فإذا يضر الفقراء ويضره أيضا ممكن لجهله ثم وقال ابن الصلاح رحمه الله يثم بقصده لا بفعله هذا الفعل مكروه فقط هذا هو الراجح لكن إمام غزالي رحمه الله ذكر هذا حرام فإذا هل هو كراهة أو حرام هذا الكراهة والحرمة فيما في إزالة الملك إزالة الملك مكروه أو حرام هذا الذي سبق الخلاف بين الإمام الغزالي وسائر الأئمة أما عند الإمام ابن الصلاح يعني اعتبار آخر وهذا الرجل يلزم بنيته وقصده لا بفعله فعنده الفعل كرا مكروه فقط ليس بحرام ومع ذلك الرجل يكون آثما بسبب هذه النية والحيلة قال شيخنا أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار يعني كان عنده حاجة هذا تبديل ملكه إزالة ملكه أزال هذا الملك قبيل حولان الحول يعني مثلا غدا يتم الحول عرضت له حاجة اليوم فإذا هو بدل ماله أزال ملكه هل يلزم أو يكره أو يحرم على هذه الأقوال أو لها وللفرار يعني كان له حاجة وكذلك أراد الفرار مثلا هذا رجل كان عليه يعني إعطاء المهر
فإذا لا حاجة إلى إيتائه اليوم، بل يكفي يعني إيتاؤه بعد شهر أو ستة أشهر. فإذا هو أراد أن يعطي المهر من هذا المال اليوم، لماذا؟ وهذا لو لم يعطي اليوم، لو لم يزل الملك اليوم، يجب فيه الزكاة غدا بتمام الحول. فإذا فيه فرار وحاجة، وهكذا لو فعل فلا بس، فلا كراهة، لا كراهة ولا حرمة ولا لا تبقى الزكاة في ذبته هكذا.